على ما يبدو أن هذه البقعة لم تتخذ للاحتجاجات فقط، إذ إنها مغايرة بالظن تماما. ففي شاطئ يطل على نهر دجلة، ذاك الذي زهقت أمام موجاته العشرات من أرواح المتظاهرين، وفي وهلة أصبح هذا المكان هو شريان الحياة في ساحة التحرير. فبعد أن أسكتت القنابل والرصاص الحي زين من قبل المتظاهرين وأصبح مكانا للترفيه تزوره العوائل العراقية يوميا، يبدأون بدخوله بممر مضيء، يخضعون للتفتيش حفاظا على أمن وجمالية المكان. الحكومة صار لها 13 سنة 14 سنة وما مسوي الأجواء. احنا حاولنا بهاي الأيام القصيرة سوينا هالأجواء، شوفها، شوف الرسومات، شوف المنشورات، شوف القطع اللافتة المكتوبة. يعني حاولنا ب 53 يوم حاولنا نسوي هالأجواء. زين الحكومة وين كانت؟ هاي قاعدين انا شو سمعت مقضينا شعدنا. إذا الدولة ما تتعب احنا هم ما نتعب. وما ارجع للبيت وشايفه بنت الحسن وباقي هنا صامدين الى الابد. والله الاجواء هنا زينه، كل زين، يجون عوائل وناس يعني نستقبلهم ويقولون يعني استمروا بتظاهراتكم ويوصون هواي عدم، يعني اهم شيء سلميه تظاهراتكم. امسيه ليليه ترفيهيه، جلسه للطعام والشواء، ديكور واشكال للنافورات صنعت ببساطه متناهيه. هنا شعلة من النار اتخذت للدفء ليطول وقت المتظاهرين في الشاطئ لمدة أكثر. وهنا ملعب يقام عليه بطولات رياضية من كرة الطائرة وغيرها. ماذا فعلت الحكومة؟ نحن نصنع الحياة من اللا حياة. هذا هو أبرز التساؤلات التي تداولت على ألسنة المتظاهرين. ضحى عنبر، الرشيد.